إذا كنت عند الشجرة هاي لا تقول سر لحدا، فيها هرمون تجذير طبيعي أنا بستخرجه منها مادة بتخفف الأوجاع والألم. شجرة ثانية مرتبة ومتكتكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشجرة الباكية أو الحزينة وبالإنجليزي بيقولوا لها ويبينج ويلو تري. شوف لي إياها، هاي هي اللي قبالك. شوف كيف الأغصان نازلات نزول لتحت، ذايبات كأنه الهم راكبهن، حزينات وبتحركن. مع أنه الشجرة بشكل عام يعني جميلة، بس أطلقوا عليها هذا الاسم سبحان الله. حتى شكلها شوف كيف يعني تختلف عن الأشجار الثانية. أنا بدي أقرب لك وبعدين بشرح لك شوية عن الشجرة وأعطيك شوية معلومات إن شاء الله تكون إنها مفيدة. أغصان نازلات نزول، يعني ما هن طالعات تطلوع، يعني الأغصان بتنزل لتحت بشكل يعني محزن، بشكل محزن. شايف؟ وهاي الأوراق اللايقة اللي بلشت بالنمو مع بدايات الربيع. طبعا يا اخوان هاي الشجرة سبحان الله، قول سبحان الله اول شيء، فيها فوائد عظيمة وفي عليها كمان اساطير واعتقادات في مختلف الحضارات. هاي الاغصان خاصة اللي مورقة جديد فيها هرمون تجذير طبيعي، يعني بتاخذ الغصن هذا ماشي، يعني بتقسمه هيك او بتحطه بالمي وبتستخدم المي تاعته. ليش؟ طبعا فيه ماده اللي هي الساليسيك اسيد، وفي ماده ثانيه اللي هي اندوليوبيوتريك اسيد، اشي زي هيك. هذول المادتين هن اللي بيساعدن على التجذير، يعني بتستخدم هرمون تجذير طبيعي. المادة اللي فيها الساليسيك أسيد، مش قلنا في مادة كمان ساليسيك أسيد، هاي زي الأسبرين. ولذلك كانت هذه الشجرة على مدى قرون ولحد الآن يستخدموها في الطب، لحد الآن يعني بيستخرجوا منها مادة بتخفف الأوجاع والألم، خاصة ألام الظهر، من آلاف السنين وهي تستخدم. كانوا زمان بالحضارات القديمة يقولوا للمريض يأخذها ويعلجها بثمه زي هيك. أو الأغصان هاي نفسها يمسكها ويعلجها خفف الألم. سبحان الله، من بعض الخرافات أو الأساطير أو الحكايات اللي هي سميها اللي بدك إياه في الحضارات الأوروبية المتوسطة، بقول لك إنه إذا كنت عند الشجرة هاي لا تقول سر لحدا، لأنه بيعتقدوا أو كانوا يعتقدوا إنه السر مع الهواء اللي بيجي من الأغصان الحزينة هاي بنتقل مع الهواء وبروح لكل الناس بيعرفوه. وشغلة ثانية كمان بقول لك إنه إذا واحد هيك كانوا يعتقدوا يعني خبط بالجذوع هاي بيوقف النمو عنده. هاي الخرافات القديمة، مع أنه سبحان الله، مع أنه الشجرة هاي هي فيها الله جعل فيها سبحان الله هرمون طبيعي يساعد على النمو. طبعا أسهل إشي يعني إذا بدك تجذر أو تأخذ من هاي الشجرة، تأخذ بس عرق شايف وبتقصقص الأغصان هاي اللي على الجنب زي هيك، ها بس خلي لك نتفة زي هيك، ها شايف زي ما انت شايف، وهاي بس حطها بالتراب ورش عليها شوية مي، لأنه فيها الهرمون الجذور، فيها هرمون قوي زي ما قلنا، لحالها بتكبر سبحان الله بتطلع لك شجرة. أنا متذكر إني شفت شجرة زي هاي لأني سكان الأردن محافظة إربد، شفت شجرة زيها بجوز سنة 95 في مدينة إربد شمال الأردن بشارع الحصن تحديدا. إذا الشجرة بعدها موجودة ما بدريش، برا واحد شفتها بحياتي في الوطن العربي. أما هي
هاي الشجرة وأكثر من نوع، يعني في منها أكثر من نوع، بس تنتشر في البلاد الرطبة الباردة بشكل عام. قديش الشجرة هاي عجيبة وغريبة، سبحان الله رب العالمين. بتخبط بالشجرة بس إن شاء الله عاد إنه ظني أنمو حسب الخرافة تعيته. المهم إن شاء الله تكونوا استفدتوا وانبسطتوا معاي بالحلقة الخفيفة اللطيفة عن هالشجرة العظيمة الرائعة سبحان الله. وأنا بقول هيش مليح، والله مليح، أنا بقول حلقات الشجر لازم نكثرهم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.